السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إخواني وأخواتي. أهلا ومرحبا بالجميع، حياكم الله في هذا الصباح إن شاء الله بإذن الله الذي أسأل الله سبحانه وتعالى. صباح عندي طبعا، أنا الشمس قبل شوي طلعت عندي، أنا ببثلكم من شرق كندا. كثير من الأحيان يتساءل الناس من أين تبث أبث، من شرق كندا مقاطعة أونتاريو اللي هي أشهر مدنها اللي بيعرفوها الناس عالميا تورنتو. إحنا على ضواحي مدينة تورنتو، أبث لكم تخصيصا من مدينة ميسيساغا اللي بيسميها بعض الناس عرب ساغا من كثرة وجود العرب المسلمين فيها. الحمد لله، الله يكثر خيرهم يا رب إن شاء الله بإذن الله. طيب يا أحبة، بالأمس قدر الله سبحانه وتعالى دعيت إلى جلسة عشاء طيب مجموعة من الإخوة عند الأخ المنتج والمصور والمخرج هاني صافي. كان ضيف الله يكرمه الأخ الحبيب المنشد موسى مصطفى، فأنشد لنا هيك كم من كلمة حلوة لطيفة يعني، ومزحنا مع الناس هيك مزحة لطيفة. بتشوفوا البث على الماضي، فدخلوا بعض الناس. طبعا أنا قدمت الأخ موسى مصطفى للناس وقلت لهم معنا الأخ المنشد موسى مصطفى. فأحد التعليقات أو بعض التعليقات يعني تساءلت حول يا أخي ليش هو الغناء، هل الغناء جائز؟ ف طبعا الموضوع مش جديد، 5000 مرة صرنا حاكيين فيه، ومع ذلك الواحد الأصل أنه لا يمل من توضيح ما يراه حقا حول موضوع الغناء وحرمته وحرمة الغناء. فهيك بس رسائل سريعة جدا 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 لمن كان مهتما، وأنا أعرف أن هذه مش أول الأولويات. الآن عندنا مليون قضية، لكن بالأخير كل قضية في حدا لازم يتولاها، ولأنه الموضوع سئلت عنه بسبب وجودي مع أخ عزيز أحبه في الله، له دور طيب في تقديم مادة راقية لكثير من الناس بحسب أذواقهم. الرسالة الأولى أولا يا إخوة، الرجاء لما نناقش موضوع الغناء أو النشيد، وممكن أن يسمى الغناء نشيدا والنشيد غناء يعني مش مشكلة، بالأخير نفصل موضوع الغناء عن موضوع الموسيقى، فمبحث الموسيقى غير عن مبحث الغناء. هاي نقطتين. الغناء إذا ذكر أحد يا أخي أوليس الغناء حراما، هذه عبارة مطلقة لا تصح. الغناء يا إخوة كلام، ركزوا معي الآن، بدي أحكي بمنطق علمي أنا الآن. الغناء كلام، قبيحه قبيح وحسنه حسن، وأي كلام، أي كلام يمكن أن يتغنى به، يعني أي بيت شعر، أي قصيدة شعرية سواء موزونة ولا محطوط على موضوع الشعر الحر، يعني أي كلام موزون ولا غير موزون بإمكانه أي يتغنى به، حتى بالأبيات الشعرية القديمة أو الجديدة. فبالتالي لما تقول كلمة الغناء حرام فعبارتك غير دقيقة من ناحية علمية ومنطقية وشرعية. فيش شيء اسمه هيك على الإطلاق غناء حرام. لما يطلق الناس الغناء حرام بيكون في ذهنهم صورة، في صورة ذهنية لواقع معين، اللي هو الأغاني اللي فيها فحش وفيها أذى وبتكون مختلطة مع موسيقى صاخبة وأجواء بعيد عنكم فيها محرمات وفسق واضح جدا 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 لا يختلف عليها اثنان. الإشكالية أنه بعض الناس بيستخدموا هذه الصورة الذهنية اللي هي فعلا فيها محرمات كثيرة جدا، يكون فيها اختلاط وعوري وفحش وخمر وتراقص لأجساد عارية وكلام فحش بذيء، فهي خلطة محرمات البعض. هذه الصورة الذهنية لا ينبغي أن نستصحبها، نستخدمها على التعميم المطلق، نقول هكذا الغناء حرام. أنت الآن لو جبت أي قصيدة وتغنيت فيها بكلمات أطفال لابنك أو بنتك وأنت عم بتمازحه ولا بتلعبه، أي بيت أبيات شعرية أو أي كلام عادي جدا تغنيت فيه، كلامك أصبح غناء، فهل هذا حرام؟ أكيد لا.
فالرجاء ما 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 نخطئ باستخدام التعميم كلمة الغناء حرام أو النشيد، والنشيد يسمى غناء والغناء يسمى نشيدا، وهذا الأمر حتى يصير بس فصل عند الناس. فالمعيار الشرعي في تحديد هل الأغنية، ما بحكي عن الموسيقى، عم بحكي عن الكلام الآن، لأنه أي كلام تم طرحه بتغني بمعنى إني أنا أعطيته النغمة وأعطيته خلينا نحكي الأسلوب الجميل في الأداء، فأصبح غناء الآن. بقول لك فلان يتغنى بالشعر، يعني يطرح الشعر بطريقة فيها رذم وفيها خلينا نقول نبرة وفيها أداء صوتي منتظم، فبيصبح غناء باختصار يعني. لذلك الله يكرمكم، تخيلوا مثلا أبيات الشعر، يعني أي بيت شعر من الأبيات الشهيرة اللي أنت بتحفظها من الأبيات القديمة، تخيلوا اللي كانوا يحفظونها إياه وإحنا صغار في المدارس، أظن للمتنبي اللي هو مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، هذا بيت شعري لشاعر قديم عمره مئات السنين بيتحدث عن شيء معين. فأنت الآن لو تغنيت فيه وبلش تقول مكر مفر مقبل مدبر معا أو كذا تتغني، صار تخيل. طيب شو الرسالة نفهمها من هذا الحكي؟ نفهم ما يلي. أولا، ليس كل غناء حراما، الغناء كلام والكلام فيه القبيح وفيه الحسن، والتقبيح والتحسين الآن شرعي وليس شخصي رأيي. يعني إحنا عندنا لما نحكي قبيح إحنا المنطلق الأكبر والأول، طبعا يتداخل عندنا العرف مع العادة مع الرأي الشخصي مع الشرع كلها، لأنه إحنا معجودين عجن الآن بالتربية الدينية على والأعراف مأخذة من الدين والدين مأثر على الأعراف. لكن إذا بدنا نفصل الموضوع علميا، التقبيح والتحسين عندنا بالدرجة الأولى هو شرعي، لكن فطرنا مبنية على التوافق مع الشرع، وعاداتنا وتقاليد أصلا بأصول بنائها حتى لو صار في عندنا انحراف هكذا وهكذا مبنية على المفاهيم الشرعية. فلما نحكي قبيح وحسن مش رأيي شخصي لواحد جاي من المريخ فقط مجرد وراءنا شعوري إنه هذا قبيح حسن، لا، وإلا المعايير بتصير المعايير بعدد سكان الأرض، ما لا يمكن تنضبط، لا يمكن. فلما نحكي قبيح وحسن، القبيح في نظر الشرع ما كان فيه دعوة إلى فسق أو فجور أو ابتذال أو دعوة إلى رذيلة، كأن يكون الكلام مثلا فيه تشجيع على شرب الخمر أو فيه استسخاف بحكم شرعي أو فيه خلينا نحكي تشجيع على علاقات محرمة سواء بين الرجال والنساء أو بالشذوذ الجنسي أو إلى آخره. فأي كلام له علاقة بمضمون ينزل من قيمة حكم شرعي متوافق مع الفطرة والعقل والعرف الاجتماعي يسمى فحشا أو قبيحا. فالتغني به يصبح حراما، ليس لأن التغني حرام بل لأن المضمون المتغنى به حرام. وهنا نأتي إنه الكلام بيصير ذكره وتكراره حتى لو بدون تغني بيكون حرام. فلو جاء شخص وأراد أن يذكر أبيات شعرية فيها دعوة للتشجيع والتحبيب لشرب الخمر أصبح كلامه حراما حتى لو لم يتغنى به، بس مجرد أبيات شعرية فقط. لو أن هناك أبيات شعرية مغناة أو غير مغناة مجرد ذكرها، وهي الأبيات تشجع مضمونها يشجع على ارتكاب الفاحشة أو تصف عورات الرجال أو النساء أو توحي بإيحاءات قذرة جنسية على أمور لا يجوز التحدث فيها، هذا تصبح حراما قولا نثرا شعرا غناء. فبالتالي إذا تم تحويلها لشيء على شكل أغنية حرام لأن المضمون والكلام حرام وليس لأن التغني حرام. فهنا هي النقطة حبيت أوضحها الله يكرمه، ومن باب فقط يعني التعاون على تفهيم الشيء الصح، ما يكون عبارة عن تكرار بس لعبارة تسمعها يا أخي مو الأغاني حرام، في شيء اسمه الأغاني حرام. قل تعال لكلمات الأغنية، هاي النقطة الأولى، إيش مضمونها؟ هلا في عندنا بعد آخر بعد المضمون، هذا الأساس الذي لا خلاف عليه. البعد اللي بعديه
الأسلوب، أسلوب التغني أيضا يحدد جزءا كبيرا جدا من الحل والحرمة وشخص المغني. فلو جاء المغني وكان يترقق بأسلوب فيه تخنيف مثل الشاذين بعيد عنكم، حتى لو عم بيحكي بكلام جيد لكن الأسلوب فيه ميوعة وفيه دعوة والعياذ بالله إلى تخنيث الرجال، فأصبح حراما بسبب الأسلوب. طيب لو جاءت التغني مع التكسر وعلى لسان امرأة أمام الرجال، دخلنا بالحرمة بسبب الشخص المؤدي وأسلوب الأداء. فبالمحصلة، بالمحصلة في عندي الكلام والمضمون وهو الأساس، ثم الطريقة والأسلوب، ثم الشخص المؤدي. هذه كلها تؤدي إلى الحرمة. طبعا ممكن جدا ندخل في الخط أيضا، شايفين أنتوا كيف طبعا تلج مبارح طول النهار وطول الليل وهي تثلج، سبحان الله صبحنا اليوم والدنيا صاحية ومشمس. تخيلوا شوفوا السماء زرقاء. هذه من ميزات كندا العجيبة التي لم أسمع عن ميزة مثلها في العالم. 24 ساعة وهي تثلج، بعد ما تخلص الثلج بتشمس والسماء صافية زرقاء. طبعا درجة الحرارة الآن وأنا عم بحكي معكم تقريبا ناقص 12، يعني أنا إذا بوقف برا الآن ببقدرش أكمل جملة معكم، تقريبا بجمل يعني زي الفريزر الثلاجة، لكن الدنيا مشمسة بس ما في حرارة أبدا. فسبحان الله أنا حبيت أنا عم بحكي عن موضوع يعني بدل ما عفوا تطلعوا على وجهي تستمتعوا بهالمناظر الطيبة إن شاء الله من جميل خلق الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد يا رب. فلذلك طبعا ممكن جدا برضو كمان ندخل عنصر جديد على الموضوع، على المعادلة كلها، اللي هو عنصر المكان المؤدى. يعني لو إجا واحد بده يتغنى بكلمات راقية جدا تتحدث عن حب الأم، ما في أي مشكلة، والأداء رجولي ما في أي مشكلة، ما في ميوعة ولا تخنيف ما في مشكلة، كله ما في مشكلة، راح عم بيأديها بنايت كلاب والناس اللي حواليه عراة وسكارة، أصبح الحرام لأجل المكان وهكذا. فبس أنا عم بحاول أسس قواعد شرعية يعني للمهتمين طبعا، لأنه يعني بنزعج لما حدا يرمي كلمة بتكون لا مبنية لا على أساس علمي ولا أساس منطقي، فقط التعميم، وأحب تصحيح المفاهيم. هذه واحدة. هلا النقطة الثانية، طبعا هذه حكيناها برضو كمان عشرات المرات مش راح أكررها، لكن الموضوع الثاني الغناء إذا ارتبط بالموسيقى. طبعا يا إخوة أنا بدي أعطي قاعدة عامة، ما بدي أدخل بالتفاصيل طبعا، وأحترم جدا جدا الآراء في المقابل. موضوع الغناء يا عفوا موضوع الموسيقى يا إخوة ويا أخوات موضوع فرعي فقهي مختلف فيه. برجع بقول الموسيقى موضوع فرعي فقهي مختلف فيه، وليس من أصول الدين، وليس من المتفق عليه، وليس من العقيدة. يعني احنا عم نحكي على قضية مش من أصول الدين بل من الفروع، عم نحكي على قضية فقهية يعني مجال نقاشها مش العقيدة الكفر والإيمان، وإنما مجال الفقه والأحكام الشرعية. ثبت نص لا لم يثبت النص، النص قطع الدلالة ولا ظن الدلالة، النص يحتمل ولا ما يحتمل، اشتهر حديث موضوع أو ضعيف في الموضوع أم لم يشتهر، الحديث صحيح ولا مش صحيح، طب الحديث الصحيح فهمنا إله صحيح ولا مش صحيح، مجموع الأحاديث ماذا تقول. طبعا مديش أناقش الموضوع كله لأنه حكيته، وإذا دخلت كتبت وعدة أشخاص ناقشوا الموضوع بعدة طرق، ولك أن تستمع لمن تريد. لكن خلاصته أنه الموسيقى أنا من أنصار اللي برتاحوا لرأي عدم تحريم الموسيقى بناء على الأدلة الشرعية طبعا، لكن بشرط أن الموسيقى لما ترتبط بالغناء زي ما قلت لكم بالظروف كلها، إذا استخدمت مع كلام طيب في أصله مباحة، زي ما حكينا بالشروط حكينا قبل شوي، إذا استخدمت مع المؤدي اللي ما فيه ميوعة ولا تخنيف، المضمون والمؤدي رجل أم امرأة أمام من أين والهدف والرسالة من كل المضمون، والمضمون متفق عليه، عندها لا أرى مشكلة أنا شخصيا، مش لا أرى يعني أنا لا أقصد ارتحت للرأي الذي يقول بعدم الحرمة ضمن هذا المنطق اللي عم بشرح لكم إياه. بس هو هذا كان في سياق التوضيح، لأنه أنا مبارح بالليل بتوقيتي أنا اللي هو كان قبيل الفجر عندكم، كنا في جمعة طيبة كان فيها الأخ المنشد موسى مصطفى جاي من السويد ذهب إلى أمريكا، فزارنا في كندا زيارة قصيرة، ودعيت على العشاء وسلمت عليه ونشدلنا هيك من كلمة، فدخلت بعض التعليقات.
يا أخي مش هو الغناء حرام، مش الغناء حرام، حرام مش حرام مش حرام. والعادة طبعا ما بلوم بعض الناس على السؤال، حقهم تسألوا وحقهم علينا نعطي الإجابة، لكن بلوم اللي برمي الكلام على عواهن أو لا سمح الله، الله بعيد عنكم جميعا، اللي بتحدث بطريقة بعيدة عن الخلق والأدب. فأحببت التوضيح لمن يبحث عن التوضيح، وأحببت الشرح لمن هو محتاج للشرح والتوضيح. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الكلام الذي قلناه فيه خير وفائدة. طلع الشمس، شوف الشمس كيف عملها بتحجب حتى التصوير والرؤية بشكل عجيب جدا. فالعجيب ها، طبعا هاي الشمس اللي شايفينها ما إلها ذرة حرارة، ذرة فقط، عبارة عن ضوء، شيء غريب. هذا من أمور عجائب عجائب كندا، إن تقريبا 24 ساعة ثلج الآن، ولا ذرة غيمة في السماء. شيء عجيب، ولا ذرة غيمة في السماء. درجة الحرارة تعطيك على العداد ناقص 6 أو ناقص 7 أو ناقص 5. الشعور الحقيقي برا ناقص 12 ناقص 13، يعني فريزر رسمي. سبحان الله، أمر عجيب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه وأن يغفر لنا تقصيرنا. الرسالة هي توضيح فقهي علمي لمن يبحث عن التوضيح، ولمن هذه المرة الأولى التي تمر عليه هذه المعلومات. وجزاكم الله خيرا، ولا تنسونا من دعائكم، بارك الله فيكم، وإن شاء الله نلقاكم على خير قريبا، ربما بعد أيام، بعد حوالي 10 أيام، 15 يوم، إذا ربنا سبحانه وتعالى بيقدر لنا، وإنه يمر علينا الأخ موسى مصطفى. طبعا لمعلوماتكم، سبحان الله، قدر الله سبحانه وتعالى مجموعة طيبة من الإخوة المنشدين والمتميزين جدا جدا، مثل المنشد الأخ يحيى حوا، والمنشد مصطفى العزاوي، والمنشد خيري حاتم، والمنشد رغيد التيناوي. طبعا بعضهم من سوريا، بعضهم من فلسطين، بعضهم من الأردن، بعضهم من سوريا، هذا كلهم موجودين في المنطقة اللي احنا فيها يعني. لكن موسى مصطفى عايش بالسويد تخصيصا يعني، وجاي زيارة الآن هنا. احنا من ضمن الأمور اللي هنا في البلد، هاي بتكون صناديق البريد، شايفينها على اليسار. سبحان الله، لا إله إلا الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، قدر الله سبحانه وتعالى. جمال الطبيعة، على فكرة جمال المنظر بعد ما ينزل الثلج، إشي كثير كثير له هيبة طبعا. بس إذا ما دفيت دفى شديد جدا يعني، دفيت حالك فعلا ما بتقدرش تطلع. سبحان الله، لا إله إلا الله. طيب يا إخوة يا أحبة، أنا وصلت إلى وجهتي، أشوف إذا في إشي أجاوبكم عليه بشكل سريع. جميل 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 جميل، خليني أشوف. طبعا هنا يأتي بعض، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا يا أخوة، الموضوع ناقشناه بعدة فيديوهات وحكينا فيه كثير 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 كثير، يعني مش راح أقعد أعيده كلياته أنا، بس لأنه طب خليني بس. طيب السلام عليكم يا أخوة. طبعا أنا ما بلوم، ها ديروا بالكم، أنا عم بأصل علميا للموضوع، ما بلوم اللي بينطلقوا من منطلق
إنه لما يجي بدهم يعمموا بيكون بذهنهم الصورة الواقعية. الصورة الواقعية كلمة غناء الآن بالمعنى الواقعي، مش بالمعنى العلم التأصيلي الفلسفي النظري. في فرق بين تأصل القاعدة، تيجي تقول معنى الكلام كذا، ما ثبت في الموضوع كذا، إذا توفر الشرط الفلاني على كذا وكذا 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 فالحكم كذا، هذا اسمه تأصيل شرعي. ماشي. الواقع لما نجي نتطلع إحنا الآن، كلمة غناء إذا أطلقت الآن شو فعلا 95% منه لا أحد يشك في حرمته. معي الواقع، الواقع بمعنى كثير من اللي بيغنوا كلمات محرمة، يدعون إلى الفجور، يشجعون على الفاحشة والرذيلة، وكثير من المغنيين نساء ومعظمها مربوطة بفيديو كليبات، غير عن أنها بتحكي عن حرام وبتشجع على حرام ولبس فاحش ودعوة لحرام وموسيقى وهز ورقص وارتباط معاني، فهي خلطة من الحرمات كلها تدخل يعني في بعضها. أخ مقداد فتوى، يا أخي مش فتوى، مش فتوى عجيبة، جمهور المسلمين على تحريم الموسيقى يا دكتور أمجد، ترى الناس فلتان أخلاق على رغم اعتقاد التحريم، كيف لو فتحت باب التحليل؟ يعني منطلقك أنت بناء على فلتان أخلاق الناس من سكر الباب بالتحريم حتى لو كان في باب للتحليل. طب أصوليا هذا منهج خطير جدا أخ مقداد. ما بعرف شو عفوا مستواك في العلوم الشرعية إذا فهمت عباراتي أنا لأني أنا بقدرش الآن أفتح وأشوف كل واحد. الأخ مقداد بيقول لي جمهور المسلمين على تحريم الموسيقى يا دكتور، ليش عم بأصل عشان تفهم المنطلقات اللي بيحكوا عنها. أنا الآن بقول لك الآن لو سألتني عن الواقع، الواقع الموجود، يعني لما تسمعوا عن الحفلات الموسيقية وتسمعوا عن المغنين اللي بيجيبوهم على كبار الحفلات، 98-96% منها حرام لا نقاش فيه. في فرق ما بين نأصل بحيث إنه ما نحرم الناس من شيء أصله مش خلينا نحكي تأصيله فيه باب من الإباحة والحل، أنا أسكر عن الناس بحجة الاحتياط، طب وهذا بيصير خيانة للأمانة كمان، هذا بيصير خيانة للأمانة. زي ما على سبيل المثال مش أوصلكم الصورة، ماشي، نيجي نقول مثلا على سبيل المثال كل أنواع التأمين حرام، التأمين حرام من باب واحد خاف، لأنه فعلا في كثير من أنواع التأمين، في عندك تأمين على الحياة والتأمين التعاوني والتأمين الطبي مثلا على سبيل المثال، والتأمين التجاري والتأمين الصحي، أنواع من التأمين. الآن موضوع التأمين والتأمين على الحياة عبارة عن منطقة حساسة وخطيرة جدا، وكثير من الناس بيخافوا منها، بس يأمن على الحياة ما بس يأمن على الحياة، طب التأمين السيارة الشامل مش شامل، منطقة فيها حكي. فتخيل يجي واحد من باب الاحتياط يقول يا إخوة احتاطوا لدينكو كل أنواع التأمين حرام. نعم يابا، نعم يابا، إيش هذا؟ هذا لا 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 لا، اللي بيحكي هذا الحكي أو اللي بنطلق من هذا المنطلق هذا بحياته ما شم ريحة تأصيل، تأصيل علمي ولا معاني أصول الفقه ولا معاني القواعد الفقهية، ولا هو بيدري إيش يعني أصول وفروع، ولا إيش يعني أصول فقه، ولا إيش يعني قطعي دلالة وظني دلالة وقطعي ورود وظني ورود، ولا إيش يعني فتاوى، ولا إيش هيك، بس باب الاحتياط مشان هو يرتاح ضميره ليسكر حاله الباب. لكن بنكد على الناس عشرات الأبواب من الخير وبيحول حياتهم لجحيم، وفي كثير من أنواع التأمين مش حرام بتفصيلات معينة وبشروط معينة بناء على العقود التي تتم، الموضوع مش على إطلاقه هيك. فأنا حبيت أني أصل. أغاني أم كلثوم حلال أم حرام؟ أنا ما أقدر أعمم، لكن بمعلوماتي البسيطة جدا أنا عمري ما طقتها أم كلثوم، لكن أم كلثوم يعني اطلعوا على مضامين بعض كلماتها اللي فيها الغزل وبعض كلماتها على ذاكرتي وأنا طفل، أنا لا مش حافظ ذاك كلمات أم كلثوم ولا بقى هذا. الآن أم كلثوم هي نفسها وقفتها ولباسها وكثير من أداءاتها وجزء لا بأس به من كلماتها في حرمة. فاللهم صل على سيدنا محمد. زي بذكر عبد الحليم حافظ، عبد الحليم على جيلي أنا وإحنا أصغار شو كنا نسمعه؟ وين ما نروح وين ما نيجي عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش، وردة الجزائرية، ميادة الحناوي، هاي الأسماء وإحنا أطفال نسمعها غصبا عنا.
حتى لما ندخل بالباصات ننتقل بالوسائل النقل العامة لأشرطة الكاسيتات يسمعون إياهم غصب عنا يعني. والله في أنا أغاني مياد الحناوي ووردة الجزائرية، هذا الجيل اللي بفهم على الجيل الجديد مش فاهمين عن مين بحكي. عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش ومياد الحناوي ووردة الجزائرية وفيروز، هدول خليني أحكي قبل 30 و 40 سنة أنت ما في باص ونقل عام، هدول اللي بسموهم مايكرو تركب فيه غير بسمعوك يوم غصبا عنك. فأنا بذكر أنا صغير لما عبد الحليم كان يغني بيقول قدر أحمق الخطى، قدر أحمق الخطى. طب هذه الكلمة فيها معاني، فيها احتمال، احتمال قد تؤدي إلى الكفر. هذا مش فقط في حربة مضامين، هذا فيه دخول في العقيدة. وهك على كل حال أنا بديش أدخل في كل التفاصيل، أدخل بتسمع كثير من العلماء، لكن اللي حابب يتوسع شوي في الموضوع يقرأ للشيخ محمد الغزالي المحدث رأيه في كتاب السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، اللي هو الشيخ الأستاذ القرضاوي، وللشيخ القرضاوي وللشيخ عبد الغني النابلسي. طبعا في علماء محدثين بإمكانك تسمع كثير من تفصيلاتهم. على كل حال أنا اللهم صل على سيدنا محمد ما بدي أدخل بالتفصيل كله، فقط أجبت على الأسئلة اللي ناس سألوا عنها الله يجزيكم الخير، أو جزء منها الله يكرمك ويجزيك الخير. شوفوا يا أخو يا أخوات، أنا الفكرة كنت أوصلكم إياها، لما يكون في عندي منشد رجل ذكر، ما عم بحكي عن النساء، طلعوا لي هم برا المعادلة الآن ماشي، لأنه في مشكلة كبيرة جدا على موضوع تغني بصوت النساء. رجل وعم بحكي عن كلام فيه خير، وأصل الكلام مباح، هاي النقطة الأساسية. زي ما لما نحكي الآن مثلا ماهر زين، يحيى حوا، عبد الفتاح عوينات، هذا بنشد لفلسطين، وهذاك بنشد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بنشد لخلينا نحكي لوطنه، ما فيها مشكلة أبدا يعني. هذا المقياس اللي تقيسوا عليه والله أعلم. جاوبت أخت أم أنس بتقول لي ماذا أناشيد الدينية المصحوبة بالموسيقى، هل هي حرام؟ أنا عم بحكي لك الموسيقى إذا كانت مع الأناشيد سواء سويتها دينية ولا وطنية ولا كذا، ما دام المضمون بالشروط اللي حكيتها، المضمون والأسلوب ما في شيء أصالة، فالموسيقى بتكون عنصر مباح دخل على الخط مع منظومة الأصل فيها الإباحة. والله أعلم. في هنا الأخت نورة بتقول الواقع لا يجعلنا نحرم ما يمكن أن يفيدنا، مثل ذلك أغاني تحفز على الجهاد وحب الوطن وحب الأم. نعم نعم أختي، كونه انتشر استخدام الغناء والموسيقى في الحرام، ركزوا معي. شرحت الغناء، قلت الغناء كلام قبيحه قبيح وحسنه حسن، وقلت الموسيقى هي عبارة عن وسيلة تستخدم في الحرام تستخدم في الحلال. على فكرة الموسيقى زيها زي الموبايل، زيها زي التلفزيون، زيها زي السوشيال ميديا. جهاز الموبايل الآن أنتوا عم تسمعوني فيه وأنا شايفكم أنتوا شايفين الآن، إذا واحد فيكم بعيد عنكم جميعا سكر البث الآن ودور وكتب كلمات مش كويسة وبحث، بإمكانه يدخل على مواقع إباحية فيها كبيرة من الكبائر، هو نفس الجهاز عم تسمعني فيه الآن، وبإمكانه تكبس كبسة تفتح على عبد الباسط الله يرحمه أو على إسلام صبحي أو على عبد الرشيد صوفي وتسمع على قرآن من أجمل تلاوات الدنيا، هو نفس الجهاز. واحد بيقول لي شو حكم الموبايل؟ ايش قصدك حكم الموبايل؟ شو حكم اقتناء الموبايل؟ اقول له يا اخي هذه آلة تستخدم بالخير وبالشر. بيقول لي لا يا اخي، ما دام هذه الآلة عم بيشوفوا الناس فيها مواقع إباحية اذا نحرم استخدام الموبايل. لا اخي سامحني، كلامك مش منطقي ولا صح ولا لا عقلا ولا عرفا ولا شرعا. هذه آلة، شو حكم شراء السيارة؟ نعم، ايش السؤال الغريب يا زلمة؟ شيخ ألا يوجد ناس يسرعون بالسيارات؟ بلى. ألا يوجد ناس يذهبون بالسيارات إلى الخمارات والملاهي؟ بلى.
بلا 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 بلا. إذا نحرم صناعة السيارات؟ لا يا حبيبي. نحرم بيع السيارات؟ لا يا حبيبي. السيارة تستخدم بالخير وبالشر، وهكذا هي كلياتها الأصل فيها الإباحة، تستخدم في الخير والشر. جهاز التلفزيون بإمكانك تفتح فيه على قمة القذارة، وبإمكانك تسمع فيه قمة الخير، وهكذا يا أخوة. الموسيقى عبارة عن رذم صوتي ماشي، تم وضعه بطريقة ملائمة للأذن بفطرتنا. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا نأنس بالأصوات الجميلة، والدليل على ما أقول إنه إحنا بنأنس بصوت العصافير وأنواع الحيوانات اللي خلينا نحكي الطيور تخصيصا، يعني اللي بتطلع هذه شو موسيقى. أصوات الطيور موسيقى بالمناسبة، الأصوات الطبيعية، خرير الماء، صهيل الخيل، حفيف أوراق الشجر، نقيق الضفادع، حركة الكذا الأخير، الهواء مع الكذا، كلها أصوات موسيقية بالمناسبة. إحنا بفطرتنا نأنس، فإحنا بنقول هذا هو الأصل فيه الإباحة. إذا اختلط هذا بسموه بلغة أصول الفقه في شيء، في مفهومين اللي بيحب يعني يطلع عليهم، في شيء بسموه محرم لذاته، في شيء محرم لغيره. يعني محرم لذاته هو الشيء اللي بغض النظر عن الظرف، بغض النظر عن المكان، بغض النظر عن التوقيت، هو حرام. شرب الخمر، الآن شرب الخمر محرم لذاته، سواء كنت على القمر ولا على المريخ. يعني إذا نويت تطلع مع إيلون ماسك في المركبة الفضائية تبعته وتروح تعيش بالمريخ، شرب الخمر حرام ماشي. طيب نويت السنة الجاية تطلع بالصاروخ تبعت ناسا وتروح تقعد لك 6 أشهر في القمر، الخمر حرام والزنا حرام ماشي، والمخدرات حرام لذاتها. طيب إذا كان عمرك 10 سنين حرام، 50 سنة حرام، 100 سنة حرام، ذكر حرام، أنثى حرام، عايش في الشرق حرام، بالغرب حرام، كلكم حرام. محرم لذاته بغض النظر توقيت، تاريخ، جنس، لون، مكان، حرام. هذا بسموه محرم لذاته ماشي. في شيء بسموه محرم لغيره، يعني الأصل فيه وضعه الإباحة، إذا اختلط بحرام أخذ حكمه، وإذا ابتعد عن الحرام رجع إلى إباحته. من أمثلة هذا الموضوع الموبايل. الموبايل الأصل في شراءه وتصنيعه وبيعه الإباحة، فإذا استخدمته في حرام، تلصص، تجسس، تصوير حرام، متابعة حرام، مواقع إباحية، فيديوهات محرمة، استخدامه في السوشيال ميديا في الكذب والافتراء والمواقع الفيك اللي تكذب فيها على الناس وتنشر عوراتهم، إلى كله صار حرام. مش لأنه الموبايل حرام، استخدمته في حرام فأصبح شراؤك. فأنت لو بتعرف واحد عم بيستخدم كاميرا أو موبايل بهذا الموضوع وبتقدر أنك ما تبيعه، لا تبيعه، خليه يشتري فرض على سبيل المثال، وهكذا. فهذا بسموه على سبيل المثال، أنا من ضمن الأمثلة اللي بستخدمها. الآن كرة القدم من ضمن الرياضات الأصل فيها الإباحة، كرة السلة الأصل فيه الإباحة. فإذا انتشر في عصرنا المراهنة والمقامرة على الفرق الرياضية، الآن أصبحت الرياضة اختلطت مع الحرام. إذا لا سمح الله، لا سمح الله، إحنا نقول واقعنا إحنا كعرب مسلمين الحمد لله، موضوع المراهنة والقمار على الفرق الرياضية والمسابقات زي سباق الخيل. على فكرة سباق الخيل الأصل فيه الإباحة، مباح. طيب في ناس في اندستري كامل، صناعة كاملة قائمة على المراهنة بالقمار بعشرات المليارات على سباق الخيل، كل ناس عم تدفع مليارات مليارات، بسبق الخيل فلان، بسبق الخيل فلاني، هذا حرام. فإذا صرت مختلط فيه، ما في سباق إلا مع رهان وقمار، أصبحت اللعبة كلها حرام، افصلهم عن بعض، رجع هذا لحله. فما بيصير واحد يقول يا أخي ما دام دائما سباقات الخيل مرتبطة بالرهان إذن سباق الخيل حرام، هذه عبارة من ناحية علمية خاطئة. بقول له الأصل في سباق الخيل الإباحة، اختلط بحرام، الواقع الآن محرم، افصلهم عن بعض، بيرجع سباق الخيل إلى الإباحة والقمار يبقى على الحرمة. طيب كرة السلة، كرة القدم، كل كرة قدم بتصير في دولة ما ينتج عنها تحيز عنصري، بيطلعوا الناس بتضاربوا، بتسابوا، بتشاتموا، بكسروا سيارات بعض في كل مباراة. فلو أفتينا بحرمة كرة القدم في بلد ما يجوز، لأنه ارتبطت بالعنصرية وبالضرب، مش لأنه كرة القدم حرام، اختلطت والتصقت بحرام، افصلها، الأصل في كرة القدم الإباحة. وكنت أقول أنا عن
مثال بستخدمه دائما مباريات كرة السلة الأمريكية اللي هي الـ NBA مرتبطة كثير إشي بسموه cheer leaders، إذا المصطلح استخدمته صح. cheer leaders عبارة عن مشجعات، ودائما بنات شابات شبه عاريات بيقوموا بحركات تشجيعية عند كل سكور بنحط، وبيكونوا موجودين على الملعب. فالآن أنت إذا بتجلس في مكان بكل لحظة بيعملوا فيها سكور، بيعملوا عروض وبيكشفوا من أجسادهم بطريقة كبيرة جدا، أخلاقيا مشكلة كبيرة جدا. فإذا كنت عم بتتابعها على شاشة التلفزيون تخصيصا مش بالحاضر، الشاشة مفتوحة عندك كل سكور بنحط. تخيل لما فريقين كل واحد يحط مثلا 100 سكور، كم مرة الكرة دخلت في السلة؟ عشرات المرات. عند كل سكور التشير ليدرز هدول هم بنات تقريبا شبه عاريات، بيقوموا بحركات قذرة جدا كنوع من الرقص وكشف أجسادهم. بكل لحظة الكاميرا بتفرجيك الكرة السلة بتدخل، الكاميرا بتروح إلى سيقان التشير ليدرز، هيك العرف عندهم بأمريكا. فالآن أنا وأنا مرتاح بقدر أقول لك متابعة الـ NBA على التلفزيون حرام، مش لأنه كرة السلة حرام، لأنه أنت تقريبا كل متوسط 25 ل 40 ثانية عينك راح تطلع على امرأة عارية، مش لأنه السلة حرام، لأنه عرف الـ NBA مرتبط مع هذا العري اللي بشموهم المشجعات شبه العاريات اللي بفرحوا عند كل سكور ودورهم اللي يقوموا فيه. فلذلك فالموسيقى موسيقى هي حكمها مثل هذا الحكم، هي الأصل فيها عبارة عن أصوات جميلة إنجاز التعبير، سواء بآلات ولا بغيرها. فإذا خلطت لي يا مع رقص وغنى وفحش وتعري وسكر وخمر which is the case في غالب العالم، صح معك حق، أنا ما بلومك من هذا الباب، بس بقول لك إذا بدك تأصل ما تيجي تعمم كل التعميم. لا، التأصيل إنه إذا اختلط بمباحات ما بياخذ الحكم، باختصار بس بسيط جدا جدا. طبعا اللي حابب اللهم صل على سيدنا محمد ياخذ الموضوع كثير في تفصيل حتى حديث الخمر والحيرة والخمر والمعازف انه مش على شرط البخاري، شو المقصود فيه، في تفاصيل كثيره. انا مش فاتح محاضره علميه الان، الله يجزيكم الخير. فاللي حابب يسمع يعني بعض التفصيل بامكانه يذهب الى كتاب الشيخ يوسف القرضاوي وكتاب الشيخ محمد الغزالي وكتاب الشيخ عبد الغني النابلسي، بالإضافة طبعا يعني الرأي الشهير لابن حزم. على كل حال الموضوع أنا قلت لكم من البداية، الله يكرمكم يسعدكم ويجزيكم الخير، الموضوع فرعي فقهي مختلف فيه. اللي حابب يتمسك بالأريح لضميره، غالبية الناس بحبوا الأحوط، بحترمهم جدا الله يتقبل منكم، أنا بحب أنبه الناس لما الإشي يكون فيه خلاف مسوغ وفي باب يفتح ضمن شروط، مش ما بحب لا يجوز لي شرعا أغطي على الناس وأمنعهم من حقهم في المعرفة جوا العلوم الشرعية بعد ما تعبنا ودرسنا وعرفنا إنه هذا الباب مفتوح ضمن هاي الشروط. ليش؟ لأنه من باب الاحتياط سكر الباب. شو من باب الاحتياط سكر الباب؟ كيف يعني؟ كيف من باب الاحتياط سكر الباب؟ طب الموضوع فيه خلاف وخلاف مسوق وله وزن علمي. على كل حال خير إن شاء الله، الله يجزيكم خير، لا تنسونا من دعائكم، ربنا يتقبل منا ومنكم. أنا حبيت بس هيك أسلم عليكم وأشرح لكم يعني أو عفوا أعلق على بعض التعليقات اللي تمت لما استضافنا أخونا موسى مصطفى بالأمس وأنشد لنا نشيدة هيك بسيطة جدا. طبعا أنا مزحت مزحة مع الناس، طلعت للناس بتحريك شفاهي وهو جنبي، فالناس شافوا وجهي وأنا صوتي كأني أنا العمالي بنشد يعني من باب المزاح، ثم بعدين طلعت على الصورة. على كل حال الله يجزيك الخير ويكرمكم ويبارك فيكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.